كل اسبوع ابتديناه من الاسبوع اللي فات، هتلاقوا فيديو مدته دقيقه، دقيقه ونص او دقيقتين. ده الموضه في الشنط، الموضه في لبس المحجبات، مش للبس المحجبات، الالوان، الزوبات، التوبات بيبقى شكلها عامل ازاي، الطرح بعد كده وهكذا. ليه؟ لانه احنا بنعمل توازن ما بين فقره الفاشن والضيوف اللي بيبقوا موجودين، احنا نعرض حاجتهم وانتوا تاخدوا هدايا، فكل الناس تبقى بتستفيد، وفي نفس الوقت نبقى احنا عارفين الموضه رايحه فين، تقدري تقربي لها زي ما انت عايزه. حاجه تانية قبل ما هنختم مسابقه، انا عارفه النهارده بتكلم حاجه كده واقفه هنا، بصوا ده رابع حاجه بشربها النهارده عشان مش عارفه صحيت لقيت زوري عامل كده ليه. مسابقه ال 40 يوم ان شاء الله هتتقفل يوم الاربع اللي جاي. هي 40 يوم، 40 يوم بتخشي من باب تخرجي من باب، بعد ال 40 تبقي الطف، تبقي احلى، تبقي متغيره واثقه كده في نفسي وخاسه وعامله عملياتي اللي انا عايزه اعملها، كل حاجه كل حاجه كل حاجه. وده بيكون هديه من الدكاتره اللي متفقه معاهم سي بي سي سفره، وبرنامج هي وبس علشانك، يعني احنا ما بندفعش ولا جنيه. لازم اختم، بس عايزه اقول كلمه قبل ما اختم، كلمتين تلاتة. أنا عارفة إن أنا مش محجبة، أنا عارفة، وعارفة إنه المحجبات أولى مني إن هي تقول الكلام ده، بس أنا اللي بحسه بقوله. الأمان مش في شخص، الأمان مش في وظيفة، الأمان مش بعقد تمليك شقة، الأمان مش في ورقة تقول إن أنا عندي عربية، الأمان باختصار هو قربي من ربنا سبحانه وتعالى. مفيش شخص هتخسريه إلا لو كان وراه سبب أنتي مش هتبقي عارفاه، مفيش شغلانة هتسيبيها الا لما هتلاقي الخير بعديها، مفيش خناقه او فلس او دمعه او قهره او انشغال بال الا لما هتلاقي بعديها على طول حاجه حلوه هتحصل، لان رب الخير ما بيجيبش غير الخير سبحانه وتعالى. عارفه انه انا يعني مش المفروض اقول الكلام ده، لكن هو ده اللي انا حاساه. فخليكي واثقه انه اي حاجه تحصل، اي حاجه هتحصل او بتحصل او حصلت، يا هيجي يا معاها. انا عرفت انه ان مع العسر يسرى، يعني يسرين مش يسر واحد، فاما هيجي مع العسر يسرين، يا إما هو بياخد من عندك حاجة عشان يديكي حاجة أحلى بدلها. فخليكي واثقة ومتأكدة إنه رحمن الرحيم، وإن أنت عبده، وإنه مش هيظلمك، لأنه بيحبك، لأنه خلقك. أنا بحبكم في الله، خلي بقى بالك على نفسك، دلعيها وحبيها، ولا حد يزعل، ولا حد يضايقنا، ولا الدموع. نشوفكم على ألف خير إن شاء الله الخميس الجاي الساعة 6، حلقة جديدة من هي وبس.